السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم عيسى السلايمة من فلسطين من المسجد الأقصى. أنقل تحياتي لإخواننا المسلمين في إندونيسيا وندعوهم ليعملوا معنا سويا لإقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة لتحرر بيت المقدس وتحرر فلسطين من اليهود ومن المحتلين. اللهم اجعل فرجك وعاجل امين يا رحمن الرحيم. امين يا الله. اللهم حرر المسجد الاقصى. امين يا الله. اللهم حرر المسجد الاقصى من يد اليهود المحتلين. امين يا الله. اللهم تقبل منا واقبلنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. امين يا الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا.